اللهم آمين. سؤالها الثاني يا شيخ تقول بأنها عندما ساعدت أبناء خالها طلبت منهم الدعاء، تقول هل تدخل في إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا؟ كونها طلبت هل طلبة يؤثر؟ الدعاء هو نوع من المجازات، نعم لكن هل هذا ينقص أجر الصدقة؟ نعم محل نظر واحتمال، لكن الذي لا أشك فيه أن من تصدق ولم يطلب من المتصدق شيئا أكمل عند الله وأعظم أجرا من الذي يطلب من المتصدق حاجة من دعاء أو نحوه، لأنه الذي ينطبق عليه قول الله تعالى في وصف الأبرار إنما نطعمكم لوجه الله، يعني للرغبة فيما عند الله لقصد الله، لا نريد منكم جزاء أي مكافأة ولا شكورا. لكن لو أن أحدا قال يعني أصلا الدعاء من الأمور التي تكون من حق المتصدق على القابض للمال، فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يعني لو طلب فلا بأس ولا يؤثر على صحة صدقته، لكن ليس في الأجر والثواب كأجر من أخرج الصدقة من غير طلب وقطع النظر تماما عن المتصدق عليه وما يكون منه من ردة فعل، لأنه ما يطلب منه شيء، إنما يطلب من الله العطاء والعوض. وأنت إذا طلبت من الغني وش ترجو من هالفقير؟ يعني العبد هذا فقير دعا ولا ما دعا؟ إن حصل إن دعا فذاك نعم. إحسان وخير وجزاه الله خيرا من غير طلب، نعم. لكن أن تطلب منه أن تدعو، أنا أقول يا أخي عوضا عن أن تطلب الدعاء سل الله بصدق إن الله يقضي حاجك، وإن الله تعالى توسل إليه بصدق إخلاصك، توسل إليه بصدق إخلاصك، قل يا الله إنما بذلت هذا المال ابتغاء وجهك، لا أرجو من هؤلاء جزاء ولا شكور، اللهم اقضي حاجتي وأبشر، فإن الله لا يخيب من عظم إخلاصه وصدقت رغبته وحط حاجته عنده، فهو الصمد جل في علاه الذي يقضي الحوائج.